بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في بعثة منتخب الناشئين في عمان نوضح للرأي العام ما حصل لنا من تعنت ومن إيقاف اللاعبين. هذه مؤامرة دينية واجهت نحن، وبالذات في مساء يوم الخميس الساعة 8:00 مساء تم الاتصال بنا لإرسال اللاعبين المميزين الجيدين، أرسل الأسماء اللي هو عمر أنور وعلي دليو، فأرسلوا إلى الفحص. تفاجأنا أن الفحص فحص عادي، ونحن سبق وأن فحصناهم فحص رنين حسب التوجيهات اللي وصلت نحن من البطولة. فنقول بعد الفحص بساعات يعني، وبالضبط يوم الجمعة الساعة 10:00 صباحا وصل نحن إيقاف للعيبة. نحن في صدد مباراة مع السعودية، فوجئنا بالقرار يعني. جينا ناقشناهم، يا جماعة هذا قراركم خاطئ، هذا قراركم مبني على أي أساس، هذا قرار يعني ما أسند إلى قانون ولا نظم ولا لوائح. فأجابونا احنا ان الموضوع هذا ان اللعيبة لازم يوقفوا وما يلعبوا. قلنا يلعبوا، واذا اثبت عليهم انهم مخالفين شيلوا النتيجة، القانون يقول كذا. انا خلونا بلاعب اللعيبة حقي وبعدين انتم تصرفوا بالقانون، ما عليكم مني. قالوا لا، نحن لا يمكن، ممنوع هذول الاثنين يدخلوا الملعب تماما. هذا واجهناه في بوابة غرفة الملابس حق اللعيبة بعد ما نزلنا نتناقش معهم، فوجينا بالكلام هذا. طبعا لعبنا نحن تحت ضغط نفسي ومباراة يعني أنهكت العقل والفكر وكل شيء. فالجماعة رتبوها وأنهوا فريقنا وخرجنا مع العراق اللي تأهل. عملوا لنا عمل يعني ليلي، بالضبط عمل ليلي أحاك ضدنا وتم تنفيذه.